أكد المبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد علي ضرورة وقف الغارات الجوية أو ضرورة وقف الغارات الجوية التي يشنها العدوان السعودي على اليمن بشكل فوري ونهائي، مشيرا إلى أن الأوضاع الإنسانية في اليمن لم تعد تحتمل وأن الوقت قد حان لوقف العدوان على الشعب اليمني الذي يعيش وضعا إنسانيا صعبا جراء الحصار والعدوان المستمر منذ 6 أشهر. الحرب زادت الآن على 6 أشهر من البداية من نهاية شهر مارس، والحرب أتت على أزمة إنسانية واقتصادية كانت موجودة. اليمن، أنا كنت منسق الشؤون الإنسانية في اليمن قبل فترة وأعرف وضع اليمن. اليمن كان هو دائما البلد الثاني على المستوى العالمي من ناحية مجاعة الأطفال، يعني من ناحية مستوى التغذية، لدى سوء التغذية لدى الأطفال، وهناك يعني حاجيات إنسانية كبيرة جدا، وهذه تفاقمت في الفترة التي كنت أنا فيها من 2012 إلى 2014 منسق الشؤون الإنسانية وممثل UNDP. كانت 7 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، اليوم الرقم 21 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات في فترة يعني لا تنقص عن 3 سنوات، يعني معناها أن هناك أزمة إنسانية يعني كارثية جدا. أنه ما يحتاج إليه الشعب اليمني الآن هو وقف إطلاق نهار نهائي، وهذا هو ما نعمل عليه في حزمة يعني متكاملة من النقاط والتي طرحت في النقاط 7 والتي الآن نعمل عليها من أجل تأكيد تنفيذ القرار 2216 في إطار ما صدق عليه مجلس الأمن وما هو متمسك به المجتمع الدولي. بسبب الأزمة الإنسانية وبسبب تفاقم الأزمة لازم أنه في غضون أسبوعين نجد على الأقل اتفاق على الجلوس على الطاولة.